المبدأ الشخصي اللي هو ايه؟ من يقبل السيء يحصل على الأسوأ. اه ده شعار، ده لازم نركز فيه قوي قوي. ليه بقى؟ انت قبلتي انك انت تاخدي جزء من الوقت في العمل وشايفه انك بتدي فيه، ايه المانع؟ وده حقك انك تطمعي في وقت اطول شويه. طب ده ما يتعارضش بقى دكتور طارق مع المقوله الشهيره ارضي بقليلك، خليك راضي بقليلك مش مشكله، ولا هي القليل ده ما ينفعش يبقى في كل حاجه؟ الملياردير الاول في العالم اوناسيس قال الجمله دي، اريني رجل قانع وانا اريك رجل فاشل. تخيلي حضرتك قد ايه الشعار ده قوي. ففي ناس هجمته وقالوا دي القناعة دي كنز لا يفنى، ده شيء عظيم. فجي قال لا، ده الجهد هو اللي كنز لا يفنى. ليه بقى؟ لأنك بتبذل مجهود وبتشتغل وبتفيد من حولك. صحيح. إنما الشخص القانع هيقوم شايل إيده من المجهود، يتوقف عند حد معين وبعد كده ما إيه، خلاص مش هيتقدم، هو هيرجع لورا. وأنا قلت المثل ده مرة، إن أنا كنت عندي محاضرة فين يا فندم؟ في 15 مايو. وانا جاي منين؟ انا جاي من وسط البلد، جاي من منيل. اه مسافه، مسافه بعيده طبعا. فالعربيه عطلت فوق كوبري اكتوبر واحت زائقها ونازل بيها الساعه 8 الصبح حضرتك، وركنتها في شارع رمسيس، وانا فاضلي نص ساعه. فبقى ايه، ما قعدتش بقى ايه ازعل نفسي انا، تشوف اللي حصل وبص. في ناس ممكن تقول لك اليوم قفل، انا مش عارف صباحت مين النهارده، الدنيا عطلانه، لا مش هروح. حاولت اوقف التاكسي كذا مره، قالوا لي ده مشوار مش رايحين، لكن لقيت في مترو قدامي بالصدفه بتاع غمره، رحت معدي، رحت راكبه، قلت لهم يا جماعه ايه اول محطه؟ قالوا لي حلوان اخر محطه عندنا. نزلت في حلوان وخدت مواصله، يمكن وصلت 15 دقيقه وانا متاخر، بس كنت سعيد جدا. صح. عارفه ليه بقى؟ واجهت بقى العقبه، انت عديتي بقى الخطر ده. بالظبط. لكن تعالي بقى على حد تاني مش عايز ينجح، فيجي يقول لك ايه؟ طب ما انا معايا الموبايل في جيبي، هكلمهم اقول لهم يا جماعه انا مش جاي النهارده، حصل لي ظروف، هيقول ما حدش هيلومني، ما هو ظروف خارجه عن ارادتي. طب هو في اسهل من كده؟ ان انا اعتذر. لكن النجاح له ضريبه، إن حضرتك تتحملي المسؤولية وتكوني ملتزمة. لا يمكنك أن تتجاوزي مخاطر حياتك أبدا إلا في حالة واحدة بس، إيدك هي اللي هتقودك، ومفيش إيد بتمسح دمعة حد أبدا. صحيح. مهما الناس طبطبت علينا، لكن بينهم وبين نفسهم خلاص بقى، ما احنا عملنا اللي علينا بقى، هو بقى يتجاوز محنته. لا يحك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. السلام عليك، هو ده الكلام الصحيح. يعني وعلى فكرة هند، أنا دايما بقول الجملة دي، أنا لما بكون في عزة وحد فقد حد عزيز، ما أنا بقعد أقول له كلام مهم جدا عشان أوقفه على رجله. طبعا طبعا. طب الناس كلها مشيت، بيبقى الألم في قلب مين؟ شخص نفسه. صحيح. فيعني مهما ما كنتش انت تساعد نفسك يا دكتور طارق مش هتتجاوز، مش هتتجاوز. طب دكتور طارق، اوقات كتير يعني يقول لك ايه، تفائلوا بالخير تجدوه، وفي نفس الوقت اعمل حساب الـ 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 العقبه. انا بقى يعني الانسان لازم يقف واقف في النص، يعني ابقى متفائله جدا باللي جاي وبخطط ليه، ولا ابقى انا برضه متاهبه يبقى عندي بلان بي، يعني انا عندي خطه بديله. ايه اللي المفروض يحصل عشان عقبات الحياه ما توقفنيش ما تعطلنيش وما ترجعنيش لورا زي ما حضرتك قلت في الاول؟ اهم حاجه الحماس، وان يكون عندك شغف بالشيء اللي بتعمليه. انت لو حابه من جواك الحاجه اللي بتعمليها، هتجد نفسك بتكتشفي ابواب بديله، مخارج. عارفه ليه؟ لانك انت مش عايزه تستسلمي للمعوق. انا عايزه اكمل، أنا عايزة أوصل للمكان اللي أنا كنت رايحاله. شوفي بقى، الشخص اللي مش مؤمن قوي باللي بيعمله ويتظاهر إنها خطته ويتظاهر إنه سعيد بيها، مع أول حركة بتحصل فيها معوق بيشيل إيده من الموضوع ككل. صح. وينسحب. إحباط بقى واستسلام بقى. بالظبط كده. لا ومش بس كده، ومش هقول إن هو هيقول إن أنا في دور الضحية، بس هو في